ان هو فعلا يخلص الفرصه هذه. كره ترجع مره ثانيه لتوماسي، يلعبها جاد بانوتشي، بانوتشي الكره معاه يتقدم فيها في 6 دقائق من زمن الشوط الاول من المباراه، والتعادل لا زال قائم. وهني توتي، توتي عرضيه حلوه هذه تنحط في الجول، جول جول فييري، هدف 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 لفييري، هدف لفييري هداف المنتخب الايطالي وثالث هداف في الدوري الايطالي. هنا يفتتح التسجيل في الدقيقه 6 من زمن الشوط الاول من المباراه في مرمى الاكوادور. اذا ايطاليا 1 ايطاليا 1 عن طريق فييري. شايف يعني تصليحه جميله جدا، كانت لعبه حلوه جدا من توتي، ملك روما كما يلقب، يلعبها على طول عرضيه وعلى الشمال فييري اللي يسجل منها هدف المنتخب الايطالي. هنا طبعا يتنفس ترابتوني صعدا في هذا الهدف، سعيد جدا بهذا الهدف، وضع طبيعي وهدف هدف لفييري اللي سجل في الكالتشو 22 هدف، وهو ثالث الهدافين بعد الحقيقه هوبنر وبعد ايضا تريزيجيه اللي كل